يخني الخضروات باللحم. 2 كيلو لحم خروف مقطع قطع صغيرة، 2 حبة كبيرة بطاطس، 2 حبة كبيرة كوسة، 2 حبة متوسطة باذنجان، 2 حبة متوسطة جزر، 3 حبة كبيرة طماطم، 3 حبة متوسطة بصل، 10 فص ثوم، ربع كوب معجون طماطم، 1 ملعقة كبيرة كزبرة، 1 ملعقة كبيرة بابريكا، 1 ملعقة كبيرة هيل، 1 ملعقة كبيرة بهار مشكل، 1 ملعقة كبيرة ملح، 2 عود قرفة، 2 قطعة ورق غار، 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود صحيح، 1 ملعقة صغيرة هيل صحيح. هحتاج أشوح اللحم، إما أستعمل زيت ذرة أو إذا بتحبوا سمن. الهيل، الصحيح، عودان القرفة وأوراق الغار والفلفل الأسود الحب. يبقى أعزائي اللحم عندي تشوح وأخذ اللون اللي أنا عايزاه. ببتدي هلأ بضيف المي وأغطي اللحم وأسيبه على نار متوسطة لغاية ما يستوي تماما. هنحتاج كمية بسيطة من الزيت الذرة وأضيف البصل. وأضيف مع البصل تشكيلة البهارات. البهارات اللي هي الناعمة. البابريكا، الهيل، الكزبرة، فلفل مشكل، ومن كمان ممكن تحطه، ممكن برضك الملح والفلفل الأسود. هشوح كل هالبهارات مع البصل. هبتدي أعزائي هلأ أضيف كل الخضروات اللي عندي. حضيف الطماطم الناعمة المفرومة ناعم، وحضيف برضو معجون الطماطم. هبتدي كل هذه الخلطة أحط عليها اللحمة المسلوقة. حضيف كل بقية مرقة اللحم وهحرك كل هالخلطة هاي مع بعض وأسيبها على نار هادية لغاية ما تتسبك، ونشوف أعزائي المشاهدين كيف حيبقى شكلها. أعزائي اليخني خلص استوى عندي، وبحتاج أعمل له التيست النهائي اللي حيعطيني الطعم المظبوط، وهذا حسب رغبتكم طبعا، احنا ما بنستغني عن القدحة هاي. وأبتدي أضيف فصوص الثوم. الثوم هلأ أخذ اللون ذهبي لطيف ومباشرة على اليخني، ونبتدي نقدم اليخني بطبق مناسب. خلينا نشوف أعزائي بعد هيك طريقة التقديم. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.